موعد وقفتنا الخاصة باستعراض أخبار الطقس والأحوال الجوية. الأحوال الجوية لديك ميرنا، تفضل. شكرا لكما محمد وإيمان، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيانا بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. العظمى بالقاهرة 24 درجة والصغرى 14، الأسكندرية 23-14، مطروح 23-13، بورسعيد 23-14، الإسماعيلية 25-13. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14، العريش 23-13، طابة 25-14، شرم الشيخ 27-19، الغردقة 27-18. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 13، أسوان 28-14، الوادي الجديد 27-7، شلاتين 28-21، وأخيرا حلايب 25-20. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.